العملية ببساطة شديدة عشان نبقى عارفين إن محطات الكهرباء اللي موجودة عندنا، ويمكن أنا هتكلم على مصر فقط في البداية ونشوف العالم كله بيحصل فيه إيه. إحنا ببساطة شديدة هناك تنسيق كامل ويومي ما بين وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء. وأنا في كلامي هتكلم برد على كثير من النقاط اللي يعني أنا كنت بتابعها بصورة يومية بتثار في وسائل الإعلام، في السوشيال ميديا بيتقال، هو هل يا ترى في تنسيق ما بين الوزارات وبعضها البعض في هذا الموضوع؟ طب هو انتوا عاملين حسابكم على هذا الكلام؟ طب انتوا بتديروا الأزمة ازاي؟ الموضوع بتاع ان احنا نشغل محطات الكهرباء، احنا بنشغل محطات الكهرباء بتاعت مصر من خلال منظومتين. المنظومة الأولى وهي الاعتماد الرئيسي على الوقود الإحفوري، وهو ده مزيج ما بين الغاز الطبيعي والمازوت اللي احنا بنستخدمهم علشان نشغل الجزء الأكبر من محطاتنا. الجزء الآخر طبعا الطاقة الجديدة والمتجددة اللي داخل فيها السد العالي، وأيضا المشروعات الطاقة الشمسية اللي احنا أدخلناها وبدأنا فيها كدولة مصرية. ولكن حتى هذه اللحظة الاعتماد الأكبر بالتأكيد وبنسبة 85% على الوقود الإحفوري، وهو الغاز الطبيعي والمازوت. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنبقى دايما حساباتنا ان بنبقى عارفين على مدار العام ما هو اقصى استهلاك مطلوب لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت باعتبارهم هم دول المشغل الرئيسي. طبقا للارقام اللي كانت بتبقى معروفة لينا وتقديراتنا، احنا بنحتاج، والارقام اللي كانت متحددة طبقا لكل السنين اللي فاتت، بنحتاج في وقت الذروة او الوقت الاقصى لما ما تصل، يعني نقدر، واعلن السيد وزير الكهرباء ان احنا ممكن بنصل الى 33 جيجا في يوم من الايام او 34 جيجا. كانت الارقام اللي احنا كنا بنشتغل عليها كانت بتبقى في حدود 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت. وارجو نبقى واخدين بالنا من هذا الرقم، بنستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت مع بعض. وبناء عليها بتتحط هذه الكميات وتخصص سواء في شبكة الغاز الطبيعي أو من خلال المازوت اللي احنا بنحطه سواء في المستودعات الخاصة بوزارة البترول أو في أماكن التخزين اللي تابعة لمحطات الكهرباء. وده اللي احنا بنشتغل عليه. وخلينا أؤكد لحضراتكم أن هذا الرقم، وهو أنا بتكلم هنا الغاز الطبيعي، إحنا كمصر إحنا اللي بننتجه، فبالتالي الجزء الخاص بالغاز الطبيعي ده موجود ومتاح. طب المازوت، مصر بتنتج كمية من المازوت وبتستورد كمية أخرى إضافية. وإحنا الحقيقة كان بناء على أرقامنا وقياساتنا وتقديراتنا خدنا قرار في إطار أن إحنا بنحوكم الاستيراد والعملة الصعبة، اتخذ قرار من شهر ابريل الماضي بإيقاف استيراد اي شحنات مازوت اضافية والاعتماد على ما ننتجه محليا، اللي هو في الظروف الطبيعية يكفينا، وممكن نبقى محتاجين بعض او نسبة قليلة جدا ان احنا نستوردها لو في حالة طوارئ او في حالة ظرف طارئ. لكن الوضع الطبيعي ان هذه الكمية تسمح لنا على مدار السنة ان احنا نشغل محطاتنا بالطاقات اللي احنا عايزينها. وعايز اكد لحضراتكم ان هذا الرقم اللي هو 129 مليون متر مكعب في اليوم استهلاك شهر يوليو من عام 22 الشهر الماضي، هو ده كان الرقم المتوسط اللي احنا ماشيين عليه، باستثناء 3 ايام بالتحديد، 3 ايام فقط في شهر يوليو الماضي هم السنة اللي فاتت اللي تجاوزوا هذا الرقم، وكانوا أيام منفردة، يعني مش حتى 3 أيام ورا بعضها، لا دي كانت أيام منفردة على مدار الشهر تجاوزنا هذا الاستهلاك واستوعبناه من خلال المخزون الاستراتيجي بتاعنا والآليات اللي بتعمل بيها كل من وزارة الكهرباء ووزارة البترول.